عليهم عليهم عرج 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 قاعدة أنا وإياه في المخيم قبل الميدان من تقريبا من بعد صلاة الظهر لغاية صلاة العصر، وأنا متواجدة معاه وكان يضحك وكان كان مبسوط يعني. صلى العصر في مسافة ما هو صلى العصر يدوب يعني وصل الميدان رصاصة في الرأس، إنسان على عكاكيز. إيش شكل على أمن إسرائيل؟ إيش شكل عليكم بني آدم على عكاكيز رجله مش قادر يمشي عليه؟ رحمة الله على غازي. ما توقعتش في خلال أن أنا أروح أسعف حالة اتصابت برصاصة في مسافة ما أنا رجعت بنفس الإسعاف، وصلت الإصابة لمستشفى ناصر، رجعت في الإسعاف لقيت كمية مسعفين بتعيط وبيجروا يا غازي يا غازي وبيجروا بصوت. لقيت في المستشفى قاعدين بيعملون تنفس صناعي، كان تقريبا مستشهد يعني. رحمة الله على غازي.